الجزء الثاني من تحضيرات عيد الميلاد اللي هو غادي تكون حلوة على شكل رقم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة. دابا غادي ندوزو لتحضير حلوى تانية اللي هي على شكل رقم. غادي نحتاجو 5 ديال البيضات متوسطين درجة حرارة المطبخ، غادي نضيف معاهم قبيصة ديال الملحة، وغادي نطلعهم مزيان حتى يبيض لون الخليط، ومن بعد نضيف السنيدة. دابا غادي نضيف كاس ديال السنيده 100 غرام ديال السنيده و100 غرام ديال الدقيق، 5 بيضات متوسطين، غادي نضيف ملعقه ديال الفانيلا السائلة، وغادي نستمر تقريب ديال الخليط حتى يولي الخليط عندي كثيف. هنا ضفت الدقيق 100 غرام، غادي نحاول انني نمزج الخليط ولكن بهذه الطريقه هذه باش ما يطيحش لي القوام ديال البيض اللي طلعت. دائما من الاسفل للاعلى، كنحاول اني نخلط جميع الجوانب. كنستمر حتى ما كيبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال الطحين. انا وجدت الفران على سخنتو على 180 درجه، وجدت الطاوه ديالي هاد الشكل هذا. غادي نكب الخليط ديالي في الطاوه وندخلو للفرن ونتلاقاو. دابا كنوجد السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز. غادي نحتاج كاس ديال الماء مع كاس المغرب ديال السنيده ومعلقه ديال الفاني سائله، نخليهم يغلو مزيان، وغادي نشكل الجينواز ديالي على الرقم اللي بغيت. انا شكلت رقم واحد، وغادي نسقي طبقتين. انا الجينواز انا صوبت جينواز وحده وشكلت منها طبقتين، نتوما تقدروا تصوبوا جوج ديال لي جينواز.
من طبيعة الحال الرقم كتأمبريميو في هذا في مكتبة يكون كبير، وكتقطعو على قدو يعني الجينواز. كنخلي الجينواز ديالي تشرب او طبقتين يشربوا، وكندوز تحضير الكريمة اللي كنحتاج فيها 600 مليلتر ديال الكريمة السائلة، تكون من نوعية جيدة، وتقريبا 150 حتى 200 غرام ديال الجبن، جبن الدهن. هاد الكريمة كتكون مختلفة، مذاق الجبن كيعطيها لذة زوينة. كنحاول نخدم هاد الجبن مع الكريمة مزيان حتى كيندمجوا. كيف كتشوفوا كنضيف تقريبا واحد 150 غرام ديال السكر ثقيل او سكر كلاسي، حيت الكريمه عندنا ما حلواش. وكنعاود نخدم الكريمه مزيان. النصيحه اللي غنقدم لكم هو انكم غتخليوا هذه الكريمه هذه مده ساعه في الفريغو، عاد تطبقوها على الجينواز باش ما تعذبكمش. هنا كناخد الطبقة الأولى ديال الجينواز وكنبدا نطبق عليها الكريمة. كيف قلت لكم خليو الكريمة ساعة في الفريغو عاد بداو تخدموا. أنا راه ما خليتهاش حيت ما كانش عندي الوقت. كندير طبقة أولى ديال الكريمة، وكنعاود ندير الطبقة الثانية ديال الجينواز، وكنعاود نضيف فوقها طبقة ديال الكريمة. كيف كتشوفوا الطبقة الأخيرة كنسرحها، كيف كتشوفوا راه الطبقة الثانية أنا يعني شكلت رقم واحد، قطعت هذاك الطرفة اللي بقاو لي ديال الجينواز وشكلت رقم طبقة ثانية من رقم واحد. كيف قلت لكم كتسرحوا الكريمه، وكتزينوا التزيين كيبقى اختياري، حبيبات شوكولا، شوكولا ديال الكوكيز، لي بونبون، شوكولا كبار اللي عندكم، فخيز، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تزينوا بها، وتعاودوا تدخلوها للفريجو على الاقل ساعه او ساعتين. وها نتوما كيف كتشوفوا بالصحه والراحه. انا درت شوكولا، درت النوغا، درت لي بونبون، يعني تزيين كيبقى اختياري. كنتمنى تجربوها وبصحة والراحة.